طيب احنا مع نهاية المحاضرة اللي فاتت كده كنا خلصنا الموضوع بتاع السينكرونيزيشن، ولو تفتكروا كده بس محتاجة اعمل معاكم بس مراجعة صغيرة كده 5 دقايق بعد كده ناخد في الجزء الجديد اللي فاضل. كان الفكرة كلها ان انا كان عندي الفيكتور بتاع الفي بتاع الشبكة شكله عامل كده، وانا قدرت اسينكرونايز المكنة بتاعتي بالفيكتور بتاعها اللي اسمه الاي، ودي كانت اللحظة بتاعت البيرفكت سينكرونايزيشن اللي كان عندها الدلتا بتساوي زيرو، وقلنا ساعتها المكنة بتاعتنا كده لا هي موتور ولا هي جنريتور، ونقدر حتى نسميها دلوقتي في الفترة دي كده بما انها نوت موتور او نوت جنريتور، ساعات بنسميها فلوتين يعني عايمة على الجنبين، لكن باعتبار ان التربينة بتاعتها لسه واصلة يعني البراي موفر بتاعها لسه واصل، فقلنا انها كده ريدي انها تجو في الاتجاه بتاع مين؟ بتاع الجنريتور طالما التربينة موجودة. طب التربينة دي فرقت معانا في ايه؟ لما جينا نكتب المعادلة بتاعت الحركة بتاعت المكنة بتاعتنا قلنا ان التورك الميكانيكال هو الدوميننت، وان التورك الكتريكال هو اللود بالنسبه لنا، وده اللي كان بيساوي في الاخر الجي في الالفا. فاعتبرنا البدايه بتاعتنا بمين؟ بان الميكانيكال هو بالنسبه لنا الانبوت والالكتريكال هو بالنسبه لنا الاوتبوت. اي نعم كان لسه مفيش مين مفيش اوتبوت، وقلنا ساعتها ان الميكانيكال اللي انا واخده من التربينه يا دوبك بيتغلب على اللوسز اللي انا اتفقت معاك، وانا مش هحاول كل شويه اكتبها عشان ما نلخبطش المعادله بتاعتنا. ومن اللحظه دي ابتدينا ناخد قرارات بقى، ايه اللي هيحصل لو اتحكمنا في الاكسايتيشن؟ ولو فاكرين الاكسايتيشن كان بيعمل ايه؟ كان بيكبر الاي شويه او بيصغرها شويه بدون ما يجيبها يمين وشمال، وبالتالي اكتشفنا ساعتها ان الاكسايتيشن ابتدى بيتحكم في الكيو او في الرياكتيف باور، لكنه فشل في التحكم في مين؟ في الفولتج اللي فضل فولت الشبكه بتاعنا ثابت، وبقى كل اللي بقدر اعمله بالاكسايتيشن ان اكبر الاي فتبقى المكنه بتاعتي اوفر اكسايتد فتدي الشبكه كيو، او ان انا اقلل الاي فالمكنه تبقى اندر اكسايتد فتاخد من الشبكه كيو، وشبهناها كده بالفكره بتاعه الكويل والكاباستور شكلها عامل ازاي. طيب بدل ما العب في الاكسايتيشن كنا خدنا جزء تاني كده ان انا بدل ما اتحكم في الاكسايتيشن لا اروح اتحكم في البرايم موفر، ولما اتحكمنا في البرايم موفر رحنا في سكه من اتنين، يا اما افتح البرايم موفر وازق المكنه في اتجاه الجنريتور، واكتشفنا ساعتها ان الفولت بتاعها بيفضل في المكان بتاعه لكن الاي هي اللي بتيجي الناحيه دي كده، وبالتالي بقت الفي هنا والاي هنا، بان انا زودت مين؟ بالانبوت بتاعي بتاع البرايم موفر، واول ما الاي ما الميكانيكال زاد الالفا بقت بوستر، الاي جريت لقدام فظهر في الزاويه اللي اسمها الفا، بس حظنا الحلو انا اسف ظهر في الزاويه اللي اسمها دلتا، بس كان حظنا الحلو ان لما الدلتا بتاعتنا زادت اوتوماتيك البي الكتريكال زادت معاها، وبالتالي الكتريكال عوضت الميكانيكال رجعت الالفا تاني زيرو ومفيش اكسلريشن. ده اتجهنا في اتجاه مين؟ الجنريتور. ورجعنا في اخر الشرح كده قلنا طب ما بتيجي بدل ما نعملها جنريتور نفصل البرايم موفر، لما فصلنا البرايم موفر المعادله قلبت وبقى تي الكتريكال ماينس تي ميكانيكال هو اللي بيساوي الجي في الالفا، وقلنا ساعتها المكنه بتاعتنا لسه ما بقتش موتور، هي بس بقت ريدي تو بي موتور. طب ايه اللي خلاها تقلب المعادله بتاعتها؟ ان لما فصلت البرايم موفر بقى تورك الكتريكال هو اللي بيعوض التي لوسز، هو اللي بيعوض الاحتكاك بتاع دوران المكنه بتاعتنا، لكنها ما زالت لسه ما بقتش موتور. بقت موتور امتى بقى؟ لما حطيت عليها ميكانيكال لود، زودت عليها ميكانيكال لود، الفا بقت نيجاتيف، فسيبنا الفي واقفه مكانها كده، وبدل ما الاي كانت بتتصارع بقت تتباطأ لورا بالالفا النيجاتيف، بس حظك الحلو الفي لما فضلت هنا والاي جت هنا ظهرت برضو الانجل اسمها دلتا بس في اتجاه النيجاتيف المره دي، فعلى نفس ده كده بدل ما اروح ابص في الاتجاه بتاع البي البوزيتيف مع الدلتا البوزيتيف رحنا بصينا عليهم في اتجاه النيجاتيف، هنا كان عندي الدلتا النيجاتيف وهنا عندي البي نيجاتيف بتاعتي، واترسمت الساين ويف في الاتجاه اللي تحت هنا، وكان حظي الحلو برضو ان كل ما الدلتا بتكبر مين بتكبر معاها؟ بي الكتريكال، فبقت الدلتا النيجاتيف مدياني بي الكتريكال برضو لكنها بي مسحوبه من الشبكه، فرجع الكتريكال زاد رجعوا وزنه مع بعض هما الاثنين، الالفا رجعت بزيرو وثابتنا على الحاله دي، وكل ما احط تي ميكانيكال زياده كل ما ده هيرجع لورا زياده، كل ما الدلتا هتكبر معايا وكل ما الدلتا بتاعتي بتكبر بترجع الكتريكال تتوازن معايا وترجع السرعه تثبت مره ثانيه، وعشان كده اتسمت سينكرونس جنريتور او سينكرونس موتور، لان في جميع الاحوال سرعته ثابته، السرعه بتزيد لحظيا وترجع تاني في حاله الجنريتور، او السرعه بتقل لحظيا وترجع تاني في الحاله بتاعت مين؟ بتاعه الموتور. ده كده كملخص سريع ايه اللي حصل بعد السينكرونايزيشن، واللي ملخصه ان التحكم في الفيلد وايندنج دلوقتي بطل يتحكم في الفولتج وبقى مجرد بيتحكم فين؟ في الرياكتيف باور، ادي الشبكه بتاعتي كيو اكتر او كيو اقل، والتحكم في البرايم موفر
والتحكم في البرايم موفر بطل يتحكم في السرعه، بيزود ويقلل السرعه لحظيه لكنها بترجع مره ثانيه، لكنه بيتحكم فين بالظبط كده في البي، ان كل مره الدلتا بتزيد في النيجاتيف او الدلتا بتزيد في البوزيتيف، لكن في جميع الاحوال بترجع السرعه ثابته. انا كل بعمله بس ان انا يا اما بدي الشبكه بي اعلى او باخد من الشبكه بي اكتر. وعشان كده مره اخيره هو ده تسميه فكره سينكروس، انها مكنه متزامنه محافظه على السرعه بتاعتها ثابته. تعالوا بقى النهارده كده في جزء جديد نحط الكلام ده كله على فيزو كده اسمه البي كيو شارت، ونشوف بقى هو انا هتحكم في دي لوحدها ودي لوحدها ولا الاثنين مع بعض، ونرسم رسمه صغيره كده نلخص بيها الجزء اللي فات. طيب بعد ما درسنا كل حاجه لوحدها، الاكسايتر بيعمل ايه والبرايم موفر بيعمل ايه، تعالى بقى نشوف هو فعليا لما نربط المكن ده على الشبكه الخطوات بتمشي ازاي. اللي هيفهمنا الكلام ده كده رسمه صغيره كده حاجه اسمها البي كيو شورت، تعالى نتعلم نرسمها مع بعض ونطلع منها شويه حاجات كويسه قوي. عشان نعرف نرسمها كالعاده هبدا معاكم باللي احنا عارفينه ومتعودين عليه كده. هرسم اول حاجه الفولت بتاع الشبكه في الاتجاه الرأسي كده، وكالعاده برضو هبدا من اللحظه اللي احنا متفقين عليها اللي هي اللحظه بتاعت البيرفكت سينكرونايزيشن، لما دخلت المكنه بتاعتي بيرفكتلي سينكرونايز مع الشبكه بالفولت بتاعها اللي اسمه الاي. بس هزود حاجه دلوقتي كده، ان انا هرسم اكسيس كده خط هوريزونتال كده، السنتر بتاعه هنا هو الفي، وخط فيرتيكال كده، وهنشوف بقى ازاي يطلع منها تشارت كده كلها مرتبطه ان مكان الفي بتاعنا هنا في السنتر بتاعها بالظبط. طيب 99% من المكن بتاعنا هو سينكرون جنريتورز، فانا موصله على الشبكه عن طريق تربينه بتاعت بخار او بتاعت ميه او هايدرو او ايفر عشان تشتغل جنريتور. فايه الخطوات اللي بتتم بعد ما نوصل المكنه بتاعتنا بيرفكتلي سينكرونايز؟ وانا دلوقتي افتكرت سؤال كده، انا فاكر لما جينا نشرح السينكرونايزيشن قلت لكم بفضل تبقى السبيد بتاعتي اعلى شويه من الشبكه عشان الاقي اللحظه بتاعت اللمض المطفيه اللي دخل فيها المكنه بتاعتي على الشبكه. باللي انتوا فهمتوه دلوقتي، طب انا المكنه بتاعتي ما بقتش بيرفكت سينكرونايز، يعني ما جبتهاش 50 زي الشبكه بالظبط، خليتها اعلى شويه. اتفقت الحكايه دي 50 بوينت، حاجات بسيطه قوي وما بتفرقش. اول ما بوصلها بتروح الشبكه تجبر المكنه بتاعتي على 50. طب وشويه بقى التربينه الزياده دول او السرعه الزياده دي بتخلي المكنه اوتوماتيك تخش في مين على طول؟ في الجنريتور. عشان كده بنفضل تبقى السرعه اعلى واوتوماتيك تخش تبقى جنريتور. تقولي طب بما ان كده ولا كده الشبكه هتجبرني، مالك ماسك قوي في ال 50؟ ما تخليها 51 52. كل ما هيكون الفرق اكبر كل ما هيخلي عمليه دخول المكنه على الشبكه اسوء ميكانيكيا. ليه؟ انت فجاه رحت ماسك سرعه المكنه ال 50، لو انت مديني باور اعلى عند 51 52 هتروح كلها رايحه لحركه ميكانيكيه سيئه جدا للشافت بتاع الجنريتور، ممكن تكسره. فكل ما تخلي الموضوع سموث اناف انك تخلي فرق السرعه بتاعك ماله اعلى حاجه بسيطه قوي، وانا مضطر ليه عشان بدونه ما كنتش بلاقي اللحظه المناسبه بتاعت مين؟ البيرفكت سينكرونايزيشن. اتمنى اكون جاوبت على السؤال ده كده. يبقى الفرق الصغير ده هيخلي بس المكنه الاوتوماتيك تبقى على طول جنريتور، وده اللي انا عايزه. لكن فعليا بعد ما ده بيحصل وبدلتي بالاوتوماتيك بقى الموضوع بيخش تقريبا اكنها فلوتنج ودلتا بزيرو، بنعمل ايه اول حاجه بقى؟ عندي حاجه من اتنين، يزود الاكسايتر الاول يا اما ازود البرايم موفر الاول. الاجابه دايما بنحاول نزود الاكسايتر الاول، هشرح لك ليه حالا دلوقتي على الشارت دي. بس تعالوا اسمعوا كلامي الاول كده، نزود الاكسايتر ايه اللي هيحصل لما ازود الاكسايتر؟ الاي في نفس المكان بتاعه كده القيمه بتاعته هتزيد ويبدا قيمه الاي تعلى. طب حد فاكر من الشرح كده لما الاي بقى مكانها هنا بدل مكانها هنا؟ المكنه بقت جنريتور، لسه ما بقتش جنريتور. ليه؟ عشان ما زال الدلتا بتاعتها بتساوي كام يا جماعه؟ زيرو. بس المعادله اللي حكمها دلوقتي بتقول ايه؟ ان الاي بتساوي في بلس اي في اكس اس. وبالتالي في اللحظه دي كده هيبدا يمشي تيار. التيار ده عامل ازاي؟ هيكون اتجاهه لفوق هنا كده، عشان تبقى في بلس اي في اكس اس ايكوال كام؟ اي. واكتشفنا لو فاكرين في الشرح ساعتها ان هيطلع اي بي لاج، وكده المكنه بتاعتي بقى اسمها اوفر اكسايتد، بقت اوفر اكسايتد. وفي اللحظه دي المكنه بتديليفر كيو للشبكه، بتدي كيو للشبكه شغاله زي مين بالظبط؟ يعني زي الكاباستور. فاكنك دخلتها على الشبكه لسه ما ادتش باور، لكنها بقت عامل مساعد للشبكه ككيو، فتحسن وضع الفولتج ريجليشن بتاعها. وبعد ما ازود الاكسايتر ابدا ازود فين بعد كده؟ في البرايم موفر. هيعمل ايه البرايم موفر بالظبط كده؟ هيروح واخد الخط اللي قدام حضرتك ده كده ويروح فاتح الزاويه بتاعته. طب يفتح الزاويه لغايه كام يا جماعه؟ زي ما اتفقت معاك هتفضل الدلتا تكبر لغايه ما تظبط المعادله الثانيه. ايه المعادله الثانيه؟ ان التورك الميكانيكال ماينس التي الكتريكال هو اللي بيساوي كام في كام؟ جي في الفا. فانت لما هتفتح التي ميكانيكال
هتبدأ الانجل دي تكبر لقدام كده ويروح الاي جاي كده، هو كان مكانه هنا كده وانتوا حركتوا لقدام كده، ادي الخط بتاع الاي، ويفتح لي زاويه اسمها دلتا، تسمح الدلتا دي ان تخلي تي الكتريكال قد مي مره ثانيه ميكانيكا ترجع السرعه تثبت. ولو رجعت رسمت الاي في اكس اس هيطلع ده الخط بتاع الاي في اكس اس اهو، فتبقى الفي بلس الاي في اكس اس، واللي يقفله مع بعض مين دلوقتي الفيزر بتاع ده الخط بتاع الاي يا جماعه اهو كده، وبقى ده الشكل بتاعي ان انا اتحكمت في الاكسايتر الاول وبعديه فين في البرايم موفر، ودلوقتي بقت المكنه بتديليفر كيو، وحاليا دلوقتي مع فتحه البرايم موفر بالدلتا دي بقت بتديليفر ايه كمان يا جماعه، بتديليفر بي، يعني مكنه بتدي الشبكه اكتف باور جايبه منين الاكتف باور دي من التربينه، وبتدي الشبكه كيو جايبه منين الكيو ده يا جماعه من الاكسايتر بتاعها، ليه؟ لانها بقت اوفر اكسايت عندها اكسايتيشن بزياده، فواخده ما يكفيها تبني المجال بتاعها وتدي الباقي مين للشبكه. ولما يكون الاي في اكس اس اتجاهه كده هلف 90 درجه لاجل ورا يقطع الاي، واروح رسم الاي لورا كده، بدل ما ارسمه هنا رسمت واحد موازي ليه، والانجل بين الاي والفي طول عمرها اسمها الفاي، وهي دي الباور فاكتور بتاعك او الكوزاين فاي بتاعها هو الباور فاكتور، وده كده بقى تيبيكال سينكرونس جنريتور دلوقتي بيدي الشبكه بي ويديها ايه كان يا جماعه كيو. طب قيمتها قد ايه وقيمتها كامل بي وكامل كيو بقى؟ الرسمه اللي قدامكم دي كده ممكن تساعدنا في القيم دي بالظبط، جم منين القيم دي؟ حضراتكم لو خدنا النقطه دي كده وجبنا لها احداثياتها هنا واحداثياتها هنا كمان بشويه رياضه صغيره كده، هتلاقوا ان الانجل دي كده الزاويه دي كده اسمها فاي، اقعدوا انتوا براحتكم في البيت كده شوفوا تطلع الانجل دي فاي ازاي، هتلاقوا الانجل دي اسمها فاي، فلو الانجل دي اسمها فاي وده مثلث قائم الزاويه كده هتلاقوا ان القيمه اللي تحت شايفينها بشاور فين من هنا لهنا كده، هو الضلع ده كده اللي هو الضلع ده كده عباره عن اي في اكس اس في كوزاين فاي، والضلع اللي جه واقف هنا كده هيبقى اسمه اي في اكس اس في ساين فاي، وكلكم تعرفوا كويس قوي ان الباور ما هي الا في اي كوزاين فاي، والكيو ما هي الا في اي ساين فاي، باعتبار ان الفولت دايما كونستنت يبقى الباور تتناسب مع الاي كوزاين فاي، فبالتالي بقى الضلع ده اللي من هنا لهنا قيمته اسمها اي كوزاين فاي مضروبه في فاليو اسمها ايه؟ اكس اس اللي هي بالنسبه لي برضو حاجه كونستنت، يبقى انا اقدر اعتبر ان بعد النقطه دي عن الاوريجن اللي هنا يمثل او يتناسب مع مين؟ مع البي، مع الاكتف باور. اللي ما فهمهاش هنا ياخدها من هنا، بعد النقطه دي كده اللي هي الاحداثيات اللي هنا كده عن السنتر من تحت كده اسمها اي اكس اس ساين فاي، الاكس اس ثابته يبقى ده المسافه دي تناسب مع مين ومين؟ مع الاي وساين فاي، هم دول الفاريبل، والاي ساين فاي بعد ما اضربها في حاجه ثابته برضو بتعبر عن مين؟ عن الكيو، وبالتالي بقى الخط اللي فوق ده كده ده الاتجاه بتاع البوزيتيف كيو وده اتجاه البوزيتيف بي، يبقى وجود النقطة الاوبريتنج هنا بعدها عن المسافة دي كده هي البي، وبعدها عن الخط ده كده هي الكيو، وده سبب تسمية التشورت دي مالها يا جماعة البي كيو تشورت، أو التشورت اللي بتحدد أنا بدي بوزيتيف بي ولا لأ، أو نيجاتيف بي ولا لأ، بوزيتيف كيو أو نيجاتيف كيو. الربع اللي فوق على الشمال ده بيمثل بوزيتيف بي وبوزيتيف كيو، عشان كده هنا اسمه جنريتور بيديليفر بي ويديليفر إيه كمان يا جماعة؟ كيو. طيب مش هشخبط الرسمه كتير، لكن هسالكم ثلاث اسئله، امتى اروح الربع ده؟ وامتى اجي في الربع ده؟ وامتى اجي في الربع ده؟ ناخد ده سهل الاول، امتى حضرتك هيكون مكانك هنا؟ امتى الاوبريتنج بوينت بتاعتك بدل ما كان مكانها كده تيجي تحت هنا؟ بمنتهى البساطه انك لما تيجي تبدا، احنا عشان نوصل كده عملنا ايه الاول؟ خليت المكنه بتاعتي اوفر اكسايتد وبعد كده فتحت البرايم موفر، صح كده؟ عارفين عشان اجي هنا اعمل ايه؟ بدل ما اخليها اوفر اخليها اندر اكسايتد، اخلي بدل ما الاي اكبر اخلي الاي اقل، وبعد ما اخليها اندر اكسايتد افتح البرايم موفر فيروح الخط ده جاي لغايه هنا كده، فتروح جايه الاي بتاعتك مكانها هنا، يبقى انت كده في الربع اللي تحت ده، صح كده؟ بس انت كده عندك مشكله بقى، انت كجنريتور في اتجاه البوزيتيف بي، يعني بعدك هنا انت ما زلت النقطه دي كده الناحيه دي فانت في اتجاه البوزيتيف بي، لكن بدل ما كنت في البوزيتيف كيو بقيت في النيجاتيف كيو. ايوه، بدل ما كنت بتديليفر كيو بقيت بتعمل ايه دلوقتي يا جماعه؟ بتابزورب كيو. مش عايز اقول ابزورب اندكتيف وابزورب كاباسيتيف، خليها اسهل، اكنك زي الكويل بالظبط، اكنك يعني بتبوظ الباور فاكتور، والمكنه بتاعتك بقى اسمها ايه دلوقتي؟ اندر اكسايتد. جنريتور برضو وكل حاجه، عرفت ان هو جنريتور انه بيدي بي للشبكه، لكن بدل ما كان بيدي كيو زي الراجل ده كده بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بقى بيسحب كيو من الشبكه. يعني اكنه زي مين؟ زي الكويل، وده وضع ما نحبش نحط فيه الجنريتورز بتاعتنا، وعشان كده لما جيت اسالكم بقى سؤال اولاني
بعد ما تسينكرونايز المكنه بتاعتك على الشبكه، هل تفضل تفتح الباي موفر الاول وبعد كده تزود الاكسايتيشن، ولا تزود الاكسايتيشن الاول وبعد كده تفتح الباي موفر؟ الاجابه لا، افضل ازود الاكسايتيشن الاول وبعد كده افتح البراي موفر لغايه النقطه دي. ليه؟ عشان لما ازود الاكسايتيشن بقيت في البوزيتيف كيو وبعد كده اديتك البوزيتيف بي اللي انت عايزها. لكن لو انا كنت واقف هنا وفتحت البراي موفر هلاقي نفسي نزلت في الربع اللي تحت، فبقى ايه؟ نيجاتيف كيو، فاخد كيو من الشبكه فبوظ الدنيا في الفولت بتاع الشبكه، صح كده؟ لان انا غصب عني بقيت باخد كيو ببوظ الفولت ريجوليشن بتاعها، وبعد كده ابقى ازود الباي موفر اعوضها، فمش مصلحتي ان انا اعمل كده. عشان كده خطوات الصح ان انا اعمل ايه؟ انكريز الاكسايتيشن الاول وادي كيو الاول وظبط الدنيا وبعد كده افتح مين؟ افتح البراي موفر بتاعي. حاجه اخيره في الجزئيه دي قبل ما ناخد الجزئين التانيين بقى في فصل لوحده كده، كل ما حضرتك بقى خليه في المكان الطبيعي بتاعنا بلاش نشخبط الدنيا كده، دي كده الاوبريتنج بوينت بتاعتي، وكل ما حضرتك تحتاج بي من كي بي من جيتو ده كده كل ما عليك افتح البرايم موفر، وكل ما افتح البرايم موفر رقم الخط ده عامل ايه؟ فاتح لقدام، الخط ده يفضل يفتح لقدام، وكل شويه مين عماله تكبر معايا؟ الدلتا عماله بتكبر معايا. واتمنى يكون حد منكم اخذ باله ان انا بدل ما اقول ان الضلع ده اسمه اي اكس اس كوزاين فاي، اكيد حد خد باله منكم ان اسمه اي ساين دلتا برضو، وانا عارف كويس قوي ان الاي ساين دلتا تكافئ بالظبط القوه بتاعه الباور اللي كان اسمها اي في على اكس اس ساين دلتا، فكلها معلومات تقول لك ان انا كده في الوضع الصح او ده الضلع بتاع مين؟ بتاع البي. بس عندنا مشكله صغيره بقى. ايه المشكله الصغيره اللي عندي؟ ان رحت رسمت الفيزور بتاعي كده، لو فاكرين بتاع البي والدلتا، انت كنت متعود المعادله بتاعتك بتقول ايه؟ تي ميكانيكال ماينس الكتريكال ايكوال جي الفا. فانت كل ما بتزود التي ميكانيكال انا بتصارع لقدام، فاروح مكبر الدلتا، وكل ما الدلتا تكبر كل ما الدلتا بتكبر كل ما التي الكتريكال بترجع تكبر، فتعوض معاك مين؟ التي ميكانيكال. بس الكلام ده ليميت معين. ايه الليميت بقى؟ انك تفضل تكبر الدلتا لغايه نظريا كده قدرت اثبتها عن الدلتا بكام. يا جماعه جبت الاي هنا كده وخليت الدلتا بكام درجه؟ ايوه بقت الدلتا ب 90. ايه الازمه اللي هتقابلك عند النقطه دي كده؟ هنفترض نظريا والكلام ده ما بقدرش اعمله في الحقيقه، ان قدرت توصل بيك لغايه الدلتا ب 90 لغايه ما خليت الالكتريكال بتاعك البي الكتريكال وصلت هنا، وقدرت البي الكتريكال تتوازن مع مين كمان؟ مع الميكانيكا، صح؟ وبالتالي انت واقف عند دلتا بكام؟ 90، فما زلت نظريا قادر اشتغل. طب لو غلطت وكبرت الميكانيكال اكتر من كده؟ بقت الميكانيكال اكبر من مين؟ الكتريكال، بقت الفا مالها دلوقتي؟ بوزيتيف. لو الالفا بوزيتيف يحصل تسارع زياده، فالاي يبدا يحاول يسبق الفي زياده، بس عنده مشكله بقى لما جه يسبق المره دي. الدلتا كبرت عن 90. لما الدلتا كبرت عن 90 البي الكتريكال ما زادتش، بالعكس دي قلت. يعني بقى البي ميكانيكال بيعلى لكن بي الكتريكال بيقل، لو ده بيزيد وده بيقل الفا بقت ايه؟ بوزيتيف، فيحصل تسارع زياده. يعني ايه تسارع؟ يعني سرعه المكنه عماله بتزيد ومليش تحكم عليها. بنسمي اللي حصل بعد دلتا ب 90 المكنه عملت حاجه اسمها اوت اوف ستيب، خرجت بره السنكرونايزيشن. واول حاجه تحسها لما تخرج بره السنكرونايزيشن ان حصل حاجه اسمها ريسينج. ايه معنى كلمه ريسينج؟ يعني اوفر سبيد للشفط بتاع المكنه، التوازن راح خلاص. بدل ما كان ده بيعوض ده فوجئت الميكانيكال بتعلى، وبدل ما الالكتريكال كانت بتعلى عماله بتعمل ايه بقى؟ بتنزل. عشان كده النص ده من الساين ويف انستيبل بالنسبه لي، ما احبش اشتغل عنه، لان من بعد اللحظه دي بيبطل الالكتريكال يتابع مين يا جماعه؟ الميكانيكال. لا، ده الميكانيكال بيعلى الالكتريكال بيقل، تسارع ضخم جدا، وممكن يحصل ميكانيكال فيلير وكسر للشفط بتاع الجنريتور. طب لو ده حصل ايه اول خطوه لازم اعملها؟ اوعى تفصل المكنه عن الشبكه. لكن لو فصلتها عن الشبكه لغيت مين؟ الكتريكال اللي كان بيصد قصاد مين؟ الميكانيكال. خلي دي الخطوه رقم اثنين. امال ايه الخطوه رقم واحد؟ الغي الميكانيكال. يعني ايه الغي الميكانيكال يا جماعه؟ افصل البرايم موفر، افصل التربينه، عشان تلغي الميكانيكال فتبدا الالفا تبقى بالنيجاتيف، فيبدا المكنه سرعتها يحصل لها ايه؟ تقل، وبعد كده ابقى افصلها من على الشبكه عشان تلغي الكتريكال. يبقى لو سمحتوا لما يحصل ريسنج، لما الدلتا تعدي 90 وتحس الشفط عمال بيجري منك، اول ستيب تعملها انك تلغي مين لو سمحتوا؟ الميكانيكال، تفصل برايم موفر، وبعد البرايم موفر برجع افصل مين بعد كده؟ الكتريكال. وبالتالي السنكرونايزيشن بيتم، خليك دايما في الربع اللي فوق عشان تدي كيو،
دخلت ربع لتحت غصب عنك ماشي، بس خلي بالك انت دلوقتي بتدي بي، لكن ما بتعمل ايه دلوقتي؟ تسحب كيو، دي حاجه مش مفضله. وخلي بالك انك اخرك تحت دلتا بكام؟ 90 نظريا. انا ساعات حتى ما اعرفش اقرب من 90، اخري بشتغل دلتا ب 30 45 90، دي حاجه نظريا على الورق ما بعرفش حتى ان انا اوصل لها. لك لو قربت من 90 بقى عندك الريسك انك تعدي 90 وتخش بقى في الموضوع بتاع الريسنج والميكانيكال فيلير، وتضطر تفصل المكنه بتاعتك من على الشبكه وتخسر واحد من الجنريتورز. اتمنى تكون وضح الربع الاول والثاني. تعالوا بقى نشوف الجنب الثاني ده بيشتغل ازاي. طيب تعالوا بقى نشوف الجنبين التانيين دول، بس قبل ما اروح لهم كده محتاج برضو ان ازود حاجه على الجنريتور. معلش كلام كتير على الجنريتور باعتبار هو الاولويه ليه. المكنه دي قلنا اكتر من 75% عباره عن سينكرونس جنريتور وليست سينكرونس موتورز. طيب ايه اللي انا عايز ازوده؟ انا كنت راسم هنا حاجات وحصل اوت اوف ريسنج، سوري اوت اوف ستيب، وحصل ريسنج والكلام ده كله. بس السؤال، هي الناس اللي قاعده تتحكم في الجنريتورز دي بتلعب يعني فبتروح فاتحه الميكانيكال ويحصل ريسنج والكلام ده كله؟ الاجابه لا يا جماعه. تعالوا بقى نشوف هو المنطق بتاعهم يبقى شغال ازاي. بنبقى شغالين عند اوبريتنج بوينت معين، قلت لكم دايما بتبقى الاوبريتنج بوينت موجوده هنا. انا رجعت تاني جنريتور على فكره اهو زي ما كنت، واي في اكس اس وكل حاجه تمام، والاي تمام والدلتا تمام، والاي بتاعتي اهي والزاويه اللي اسمها فول، والمعادله بتاعتي ماشيه مظبوط ان تي ميكانيكال ماينس تي الكتريكال ايكوال كام في كام؟ جي في الفا. احنا كنا قلنا ايه اللي حصل؟ انا عمال ازود في الميكانيكال والالكتريكال بيزود معايا، بس في الواقع مش ده اللي بيحصل. هو الراجل مش عارف محطه الكهرباء كل ما بتيجي في دماغه كده، ما تيجي نفتح الستيم شويه واعمل حساب، ولما افتح الستيم ان في مين هيجي يا جماعه؟ تي الكتريكال. هي الدنيا مش ماشيه كده، هي الدنيا ماشيه بالعكس. يعني ايه ماشيه بالعكس؟ احنا كلوز في البيوت وفي المصانع اللي من ديماند كهرباء الاول، يعني انا اللي بروح اطلب تي الكتريكال الاول. هو الراجل كان قاعد الاول ميكانيكال قد الكتريكال، الفا كانت بزيرو فما فيش تسارع، فالفريكونسي ثابته عند كام بالظبط يا جماعه؟ 50 هرتز. والمكن عنده داير عند ان اس ايكوال كونستنت، ما عندوش مشكله دلوقتي. ما بيروحش هو يلعب في الدنيا بمزاجه كده، لا بيستنى احنا كاحمال لديماند الاول. فانا شغل النور وانت تشغل الموتور والمصنع يشتغل وده يشتغل، فيبدا يحصل ديماند الكتريكال. اول ما يبدا الكتريكال يعلى ويبقى اعلى من مين يا جماعه؟ بالميكانيكال. طبعا ما بقاش قده مرتين، لا الحكايه كلها جراديوال ستيبس، زياده بسيطه جدا. اول ما يبدا ده يعلى فوق الميكانيكال، بقت الكتريكال اكبر من مين دلوقتي؟ من الميكانيكال بفرق بسيط. تبدا مين؟ الفا بالنيجاتيف. ايه معنى الفا بالنيجاتيف؟ يحصل تباطؤ. تباطؤ معناها تبدا الفريكوانسي يحصل لها ايه لو سمحتوا؟ تقل تحت ال 50، مش تبقى 45، لا تبقى 49.9 95 93 92. الراجل ده بتاع الكنترول بقى عنده ويندو معين. اول ما ابدا انزل تحت الويندو ده اللي كان عند 49.5 او 49.6، انا بصراحه ما اعرفش، عارف احنا الشبكه بتاعتنا ظبطوها على كام حاليا. اول ما يبدا ينزل تحتها معنى كده ان في ديماند مطلوبه على الكهرباء دلوقتي. لما يبقى في ديماند على الكهرباء ابدا انا اغذيهم عن طريق مين بقى؟ ايوه رحنا ندخل بقى التي ميكانيك، ابعت الامر كفيدباك للستيم في محطات البخار او وات ايفر بقى المحطات اللي جاهزه عندي دلوقتي، اقول له لو سمحتوا اديني ميكانيكال زياده. طبعا ما بفرجوش بالكلام ده دلوقتي واحنا قاعدين، ده ببقى حاطط السكيدول ده من اليوم اللي قبله وعندي لود فوركاستنج، انا عارف طلبات الاحمال شكلها عامل ازاي، لكن بيبقى عنده دايما كده مكنه جاهزه. اه ابتدى يحصل ديماند، روح انت زود مين؟ الميكانيكال. اول ما هيزود الميكانيكال يرجع يبالانس مع مين؟ الكتريكال. وترجع دي ترجع لكام مره ثانيه؟ 50. فاكنه التارجت بتاعه 50 وعنده ويندو كده بلس اور ماينس، بلس دلتا اف وماينس دلتا اف شغال جواه. اول ما انزل تحت الدلتا اف هو يبدا يعمل ايه على طول يا جماعه؟ يعوضه بالميكانيكا. والعكس بقى، احنا فصلنا الاحمال الدنيا بالليل المصنع فصل كذا كذا، يبدا ده يقل، بقت ميكانيكال اكبر، بقت الالفا بوزيتيف، تبدا الفريكونسي يحصل لها ايه؟ تزيد. اول ما تطلع بره الويندو في البوزيتيف روح افصل المحطه بتاعت الستيم، قلل البخار شويه، اعمل كذا، ويفضل محافظ على وزن مين ومين؟ الميكانيكال. حبيت اوضح لكم النقطه دي، ان هي مش الفكره ان انت بتحط ميكانيكال على الشبكه وتستنى الناس تسحب كهرباء، لا انا بستناهم يطلبوا الكهرباء الاول وانا عوضها من الناحيه الثانيه مين؟ بالميكانيكال. تمام كده؟ طيب ناخد الجزء الاخير بتاع الموتور بقى. طيب انا مش عايزك تشتغل جنريتور، ونخلي بالنا لو انا مش عايزك جنريتور انا مش هروح اجيب تربينه من الاول اصلا. يعني فكره اجيب تربينه وبعد كده ما يحصلش، امال بعمل ايه؟ بجيب موتور صغير يشغل السينكرونس موتور عشان هو للاسف مش سيلف ستارتنج، واروح مشغله ومدخله على الشبكه في اللحظه بتاعت مين كالعاده؟ البيرفكت سينكرونايزيشن.
بس في نيتي المره دي بقى انا مش عايز حضرتك جنريتور ولا حاجه، انا عايزك تبقى موتور. فبعد ما اجيب حاجه تدوره كده مطور صغير يعمل ستارتنج للسينكروس موتور ده، اول ما وصلك لغايه السبيد على الان اس هروح فاصل الموتور اللي انا جبته يدور، وسبتك دايره على الشبكه، والمعادله بتاعتك قلبت دلوقتي بقى اسمك ايه؟ ايوان، بقى تي الكتريكال هو اللي ماينس تي ميكانيكال هو اللي بيساوي كام في كام؟ جي في الفا. يبقى انت دلوقتي فلوتينج بس مستعد تبقى موتور. ليه؟ مفيش شافت بتاخد، انا اسف، مفيش حاجه بتدورك، فانت غصب عنك بقيت تاخد اللوسز بتاعتك من مين؟ من الشبكه. ففوسط البرايم موفر اللي بيدورك او الموتور الصغير اللي بيدورك بقيت ريدي تروح ناحيه الموتور عشان تشتغل موتور. طب مين اللي عايز يشغل سينكروس موتور يا جماعه؟ الناس اللي بتبقى عندها سينكروس موتورز وتبقى ناس عندها احمال، انا اسف، لود ميكانيكال محتاج سرعات ثابته. زي مين مثلا محتاج السرعات الثابته دي؟ المكن بتاع الدرفاله اللي بيطلع الشيتس بتاعت الحديد او المقاطع الحديد او اي حاجه فيها بكر شد النحاس، كلها عايزه مقطع ثابت، فمحتاجه موتور يشد البكر ده بسرعه ثابته، فيفضل الموتور اللي اسمه ايه لو سمحتوا؟ سينكروس موتور. فيروحوا جايبين الموتور السينكروس ده مركبينه عندهم على 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 الاحمال بتاعتهم، يجيب له حاجه تدوره عشان مش بيعمل سيلف ستارتنج لما يتحط الفيشه. اول ما يوصل لغايه الان اس يروح فاصل الايه؟ الحاجه اللي بتدوره، هو بيكمل دورانها على مين؟ على طول الان اس. فهو سينكروس موتور ما بيقدرش يستارت من زيرو لغايه ان اس، لكن اول ما وصله ان اس ويكون مربوط على الشبكه هو هيكمل دوران عند مين بس؟ عند السرعه دي. بس انت لو سبتولي كده هو لسه لا حصل لا موتور ولا جنريتور. هو ريدي يبقى موتور، يقدر يحط عليه احمال. نحطها دلوقتي؟ لا. نعمل الاول كالعاده، ايوان، اول حاجه تعملها تزود الاكسايتيشن عن طريق الفيلد وايندنج بتاعته، كبر الاكسايتيشن بتاعته عشان تزقه في اتجاه مين يا جماعه؟ البوزيتيف كيو، عشان تخليه يدي كيو للشبكه. طب يا فندم ده انا موتور، انا اصلا مش جنريتور عشان اهتم بالشبكه. ما انت خلي بالك لما هتدي كيو هتحسن باور فاكتور المصنع بتاعك، وبالتالي ما تحتاجش تركب كاباستور بانك. ايوه، السينكروس موتورز بيحسنوا الباور فاكتور. ليه؟ عشان بيبقوا اوفر اكسايتد، ولما يكون اوفر اكسايتد هيبقى دايما الكيو بتاعته بوزيتيف، فيقدر يعمل يا جماعه اكنه بيديليفر كيو لمين؟ للشبكه، عن طريق البوزيتيف كيو دي. زيه زي مين بالظبط؟ زي اخوه الجنريتور لما كان في الربع اللي هنا، لان هما الاثنين في اتجاه مين لو سمحت؟ البوزيتيف كيو. بس انا عايزك تبقى موتور بقى، انا مش جايب لك تربينه تدورك، انا عايزك تشغل بقى المكنه بتاعت الدرفله بتاعتي دي. ابدا اعمل ايه بالظبط كده؟ حط عليا تورك ميكانيكال، ابدا حملني باللود الميكانيكال بتاعك. اول ما تحمل ميكانيكال لود الفا تبقى مالها لو سمحت؟ الفا تبقى نيجاتيف. ولما الفا بنيجاتيف يحصل تباطؤ. ايه معنى كلمه تباطؤ بقى؟ ان بدل ما انا وانت كنا بنفس السرعه، تروح الاي بتاعتك عامله ايه؟ ايوه، تروح الاي بتاعتك راجع لورا كده، والخط بتاع الاي بتاعنا يرجع يبقى هنا بنفس القيمه دي، بس لف رجع لورا. حظك اول ما لف رجع لورا كده ظهر زاويه اسمها لو سمحتوا دلتا، تمام كده. وحظك الحلو على الفيزر الشهير بتاعنا ده ان الانجل بتاعت البي مع الدلتا، مش هاخد بقى الناحيه البوزيتيف، اخد الناحيه النيجاتيف بتاعت الدلتا، والساين ويف الناحيه ده اهي. كل ما الدلتا بتكبر في النيجاتيف، كل ما بي الكتريكال بتكبر برضو في اتجاه مين يا جماعه؟ النيجاتيف. يبقى تبدا تاخد بي الكتريكال من الشبكه، وعند الدلتا دي هكون سحبت بي الكتريكال ترجع تتوازن مع مين؟ مع تي ميكانيكال، والفيزر بتاعنا يقف في المكان ده كده. يبقى ادي البي بتاعتنا وادي الاي بتاعتنا، بس بدل ما كنا بنروح في اتجاه البوزيتيف بي، بدل ما بنروح في اتجاه مين يا جماعه؟ النيجاتيف بي. يبقى انا دلوقتي موتور اسمه سينكروس موتور، بدي كيو للشبكه اكني زي مين بالظبط؟ زي الكاباستور، لكن باعتباري موتور انا بعمل ايه؟ باخد بي الكتريكال من الشبكه. وكل ما حضرتك هتحملني زياده وتحط عليها احمال زياده، هروح راجع لورا كده، والاي بتاعتنا ترجع لورا، والدلتا تعمل ايه؟ والدلتا تكبر، وانا مكمل معاك تمام. بس الميزه في ايه بقى؟ ان مهما حطيت عليها لود السرعه بتتغير لحظيا، وتعمل ايه مره ثانيه؟ ترجع تاني، وانا ما بعرفش ادور اللي عند السرعه اللي اسمها ايه بس مع ان اس بس. فده ميزه في السينكروس موتورز. السينكروس موتورز انهم مالهم يا جماعه؟ كونستنت سبيد. طب ده عيب يا جماعه ولا ميزه؟ لا، في بعض الابلكيشنز بتعتبر ثبات سرعه الموتور ده ميزه، وقلت لكم الميزه بتاعتها زي المكن الدرفاله في مصانع الحديد والصلب اللي بيطلع الميتال شيتس، كل ما يكون البكر بيلف بسرعه ثابته تطلع الميتال شيت السمك بتاعها مظبوط. لو البكر سرعته غيرت تبدا الشيت عماله بتتخن وترفع. نفس الكلام مقطع كابلات النحاس، اي حاجه محتاجه سيكنس وحاجات دوران ثابت يفضلوا السينكروس موتورز. وعندها ميزه حلوه بصراحه كمان، انها بتسحب بيه زي اي موتور في الدنيا، لكنها بتعمل ايه كمان؟ بتحسن الباور فاكتور، وده عكس المواتير الثانيه اللي نوعها ايه؟ اندكشن.
لكن عندها عيب خطير جدا انها نوت سيلف ستارتنج، تحتاج حاجه تدورها الاول توصل لغايه السرعه بتاعت مين؟ الان اس. ويبقى الربع اللي فوق ده بوزيتيف كيو لكنه هنا يا جماعه نيجاتيف بي. طب الربع اللي هنا ده اس واحد فيهم بقى ليه؟ انا كده رحت في اتجاه النيجاتيف كيو، يبقى لو الفيزور ده جه الناحيه دي كده يبقى انا كده بقيت نيجاتيف بي ونيجاتيف كيو، بقيت اندر اكسايتد وموتور. لو انا اندر اكسايتد معناها بعمل ايه؟ بسحب كيو من الشبكه وكمان بسحب بي من الشبكه، عشان كده الربع ده الاسوء اوبريشن بالنسبه لنا. انت كده بقيت عامل زي الاندكشن تقريبا، انك تاخد بي من الشبكه وتاخد ايه كمان يا جماعه؟ كيو. بس خليكم حاجه مهمه بقى، لما تيجي تقفلوا الفيزور ده المعادله دلوقتي يا جماعه، بما ان انا اسمي موتور المعادله بتاعتي بقت الاي بتساوي في، بس مش بلس اي اكس اس، اسمها ايه؟ ماينس اي في اكس اس. فلما اقول لك ارسم الفيزور خلي بالك ما بقتش في بلس اي في اكس اس، بقت في ماينس اي في اكس اس. فلو جيتوا حاولتوا ترسموا كده تلاقي الخط طالع اي في اكس اس بقى اتجاهه كده، عشان تبقى اكنها، انا اسف، هيبقى اتجاهه كده عشان اكنها اي بلس اي في اكس اس، واللي يقفل مين؟ الفي. اكنها اي بلس اي في اكس اس اهو يا جماعه، السهم بتاعه بقى قلب الناحيه دي كده، واللي يقفلهم مع بعض مين؟ يقفلهم مع بعض الفي. فخلي بالكم ان انت ناحيه دي موتور، فتبقى الاشاره بتاعتك مالها؟ نيجاتيف، والمعادله بتاعتك الكتريكال هي اللي ماينس مين؟ ميكانيكال. يتوقع حاجه اخيره برضو زي دلتا 90 هنا، في دلتا 90 هنا كمان، كل ما حاجه هتحمل لي زياده كل ما الدلتا هتكبر معايا، كل ما الدلتا هتكبر معايا. اخري برضو كان عدد دلتا بكام بقى؟ 90. فتحط عليه لود، كل ما تحط لود تروح الدلتا راجعه لورا لغايه ما يوصل عند دلتا 90 اهي. وقلت لكم برضو الكلام ده نظريا، الدلتا 90 دي هتدي لك البي ماكسيمم الكتريكال، فانت كل ما حطيت عليه ميكانيكال انا كنت قادر ازود الكتريكال. طب حضرتك بقى حطيت عليها ميكانيكال لود اكبر كمان، كبرت الميكانيكال زياده، اول ما الميكانيكال تكبر هتبقى الفا بالنيجاتيف، فيحصل تباطؤ، فيروح الخط ده رجع لورا زياده. حظك بقى ان لما رجع لورا زياده هنا الدلتا كبرت عن 90، ولما الدلتا كبرت عن 90 البي قلت، فبقى الميكانيكال بيعلى لكن ده بطل يعلى معاه. طب ايه اللي هيحصل بقى المره دي؟ خلي بالكم الميكانيكال هو اللي بيزيد، الكتريك عمال بيقل المره دي، فالاشاره كلها هنا تبقى مالها نيجاتيف، فالالفا تبقى نيجاتيف، فيحصل تباطؤ. ايوه المره دي بقى مش ريسنج زي الجنريتور، المره دي ماله يا جماعه؟ ستوبنج. الموتور هيقف، وده كان حاجه منطقيه، عمال تحط عليها حمل حمل لغايه ما اوصل في الاخر الموتور هيقف. طيب مصلحه انه وقف، يبقى انا كده ما عنديش مشكله ومفيش حاجه بقى محتاجه اكشن اروح اخده. لا للاسف في مشكله كبيره. مفيش مشكله ميكانيكيه لان الشافت مش هيتكسر، بس وقوف الموتور هيحرقه. ليه بقى يا جماعه؟ لما الروتر بتاعنا وقف، انا كان الشافت بتاعي اهو والمكنه بتاعتي 3 فيز من بره اهي، والروتر بتاعنا ده حصل له ستوبنج بسبب مين لو سمحتوا؟ بسبب الاحمال الزياده الميكانيكال اللي مش قادر اتابعها الكتريكال، فالشافت وقف. لما الشافت بيقف بقى عندك مشكله، ايه هي؟ ان السبلاي بتاع الموتور لسه في الفيشه، فساحب الطياره بفريكوانسي 50، وانتوا اتعلمتوا معايا قبل كده طيار في 3 فيزات متشفت في السبيس وفي التايم بيطلع جوه المكنه بتاعتي حاجه اسمها روتيتنج فيلد، بيدور جوه المكنه بسرعه اسمها ان اس. لما كان الفلكس ده بيمشي بان اس والروتر الاخر بيجري بان اس، كان الفلكس ما يعرفش يقطع ملفات الروتر، فما يعرفش يولد فيها لا فولت ولا تيار، وتلاقي ملفات الروتر بتاعتك عباره عن سبلاي دي سي ممشيه تيار بره بس مع دي سي بس، لكن الفلكس بتاع الستيتور مش عارف يقطع ملفات الروتر بسبب ها ان هو بيدور بنفس السرعه. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ الشافت بتاعي وقف. ايه اللي وقفه؟ اللي انت عملته فيا، حطيت ميكانيكال مفيش الكتريكال، حصل ستوبنج. لما الشافت ده بدل ما كان سرعته ان اس بقى سرعته بتساوي 0 يا جماعه، يبقى في فلكس بيدور بان اس وفي شافت سرعته صفر. الفلكس يقطع الملفات يولد فيها تيار، بس تيار اي سي بقى المره دي، لان اي تيار بيتولد بالاندكشن اي سي. بقت الملفات الفيلد شايله تيارين، التيار الدي سي بتاعها وتيار ماله كمان يا جماعه؟ اي سي كمان. فتفاجئ لو الموتور وقف وانت سايبه في الفيشه ملفات الروتر تتحرق بسبب التيار الكبير اللي اتولد فيه. عشان كده لما يحصل ستوبنج لازم جري تروح تعمل ايه بعد اذنكم بقى؟ ايوه افصل تي الكتريكال، افك الموتور من الفيشه، افكه من السبلاي عشان تمنع مرور التيار، فتحمي ملفات بتاعت مين يا جماعه؟ بتاعت الروتر. يبقى انت في الجنريتور كان عندك مع الريسنج والاوت اوف ستيب مشكله ميكانيكيه، فروحت جري وقفت الشفط. اما في الموتور
انت عندك مش ريسنج، عندك ايه المراضي ستوبينج، بس ما زالت فيه خطوره برضو. ما تروحش تشيل حمل اللي على الموتور، ما تشيلش البكر اللي بيدوره، لا روح جري اعمل ايه بعد اذنك الاول، افصل الكهرباء الاول عشان تضمن ان الموتور بعد ما خرج بره الستيب دي ما حصلش المشكله بتاعت حرق الملفات. لكن زي ما اتفقت معاكم عامه ما بقربش اصلا من الدلتا 90، لان انا اصلا ما بحبش اشتغل في ربعين اللي تحت، لا ناحيه الموتور ولا ناحيه الجنريتور، عشان ما بحبش الكيو نيجاتيف، وعشان كده مش بفضل تكون المكنه بتاعتي مالها اندر اكسايتد. بفضل تبقى في الحالتين سواء موتور او جنريتور تكون مالها يا جماعه تكون اوفر اكسايتد. فاول حاجه بنعملها بزود الاكسايتيشن، وبعد كده يروح ناحيه الجنريتور بان انا افتح البرايم موفر، يروح ناحيه الموتور بان نفس الحاجه اللي مضروني احط عليها مين ميكانيكال لود. اتمنى كل الشورت دي وضحت الفكره بتاعتنا، وشفنا اقصى حاجه اقدر اشتغل فيها في سواء بوزيتيف 90 او نيجاتيف 90 معناها ايه. واتمنى يكون الجزء بتاع السينكرونس بقى واضح كده. ومره اخيره بقول لكم هو ده معنى كلمه الشبكه بتاعتنا. ايه معنى كلمه الشبكه بتاعتنا؟ الفي الاي زودنا الاكسايتيشن، فتحنا البراي موفر، بقت مكنه بتدي بي للشبكه، لكن ما بديش بي على الفاضي زي ما شرحت لكم هنا كده. انا بستنى الناس تطلب الباور الاول وانا اعمل لها ايه الناحيه الثانيه، عوضها من الناحيه الثانيه. اتمنى ده يكون جاوبكم على السؤال اللي كنا بنعمله في شابتر 1 كده، ايه معنى كلمه سينكرونس ماشين الاول، وليه كان عندكم سؤال هي ازاي بتفضل محافظه على السرعه بتاعتها. اللي محافظ على السرعه بتاعتها هي معادله الحركه بتاعتها، ان دايما في توازن ما بين الميكانيكال والالكتريكال في الحاله بتاعه الموتور، او التي ميكانيكال ماينس التي الكتريكال في الحاله بتاعه الجنريتور. انك كل ما هتطلب الكتريكال كل ما عوضه بمين يا جماعه؟ بميكانيكال. واقفلها بالتشبيه اللي احنا كنا قلناه كده، هي بالظبط الشبكه دي عامله زي اتوبيس، في واحد بيكنترول السواق الاتوبيس ده كده، لكنه مش شايف الناس اللي راكبه معاه، هو عينه بس على الفريكونسي اللي بكام؟ ال 50. طول ما الفريكونسي ب 50 معناها ايه؟ ان كميه البنزين اللي هو بيحرقه في الاتوبيس بتاعه قادره تشيل الاحمال اللي راكبه معاه، وبالتالي انا بحرق بنزين على قد الاحمال. بحرق بنزين على قد مين يا جماعه؟ الاحمال. انا ما شفتكش في البيت نورت النور، ولا شفتك في البيت شغلت الموتور، ولا شفتك في المصنع شغلت مش عارف ايه، انا مش شايف كنت بتركبوا معايا اتوبيس، بس لما هتركبوا الباص معانا، لما هتركبوا وتخشوا على الشبكه بتاعتنا بنحس بتاثيركم. ايه تاثيركم؟ ان كل ما دي بتعلى الالفا بتبقى بالنيجاتيف. لما ركبت الاتوبيس معانا انا من غير ما اشوفكم ركبته عدد السرعه ابتدى يعمل ايه؟ يرجع لورا. عدد السرعه في الاتوبيس ده بيمثل عندنا احنا الفريكونسي، فاول ما انتوا ركبتوا معانا الاتوبيس عدد الفريكونسي ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يرجع لورا شويه. مع رجوعه لورا بقى ايه الحل اللي موجود عندي؟ اوتوماتيك ابدا اعمل ايه على طول؟ ادوس بنزين الناحيه الثانيه، احط ميكانيكا عايز اتعوض مين؟ الكتريكال. وبالتالي دوست البنزين اللي اتحطت دلوقتي ما راحتش في انها تزود سرعه الاتوبيس، لا ده دوست البنزين دي عشان تاخد الاحمال اللي جت جديده معانا، ونرجع نبالانس ما بين الميكانيكال ومين تاني؟ الكتريكال تاني. طيب حاجه اخيره ممكن نستفيدها من البي كيو شورت دي كمان، حاجه اسمها الاوبريشن بوينت. النقطه دي كده بنسميها نقطه التشغيل بتاعتنا، وزي ما شايفين كده في الربع اللي فوق على الشمال، فانا في البوزيتيف بي والبوزيتيف كيو، فانا كده جنريتور، وكمان قادر انا وانا جنريتور انا بدي بوزيتيف كيو للشبكه، فاكني شغال زي الكاباستور بالظبط. طيب لما احب اتحرك بقى بالنقطه دي كده، انت عندك اثنين كنترولرز، يا اما تتحكم بالبرايم موفر يا اما تتحكم بالاكسايتيشن. طيب لو حضرتك رحت غيرت دلوقتي البرايم موفر بدون ما تلمس الاكسايتيشن، يبقى دلوقتي انا بحاول كده ان انا اكنترول عن طريق البرايم موفر، كنترول عن طريق البرايم موفر مع كونستنت اكسايتيشن، يعني مش هلعب في الاكسايتر، مش هزود الفيلد وايننج بتاعي. النقطه دي تتحرك ازاي يا جماعه؟ بما انها كونستنت اكسايتيشن يبقى طول الضلع ده من اول هنا لغايه هنا اللي هو الاي هيفضل ثابت. طب ازاي اتحرك بيه وهو ثابت؟ اكنك وقفت هنا كده وعملت دايره السنتر بتاعها جوه النقطه دي، فطول ما انت جوه السنتر دي النقطه دي طول ما هي ماشيه على اللوكس ده كده، ده اسمه لوكس اوف كونستنت اكسايتيشن. يبقى انت بتتحرك كده بالنقطه بتاعتك يمين وشمال كده، يبقى انت كده بتتكلم على اكسايتيشن ثابت. لكن عشان تيجي شمال الناحيه دي محتاج تكبر الدلتا، يبقى انت بتعمل ايه في البرايم موفر؟ بالظبط كده بزود البرايم موفر، كل ما هزود البرايم موفر كل ما الانجل بتاعت الدلتا هيحصل لها ايه؟ هتكبر. لو خدتوا بالكم لو مشيت من النقطه دي رحت النقطه دي الدلتا كبرت، وكل ما اجي الناحيه دي انا بتحرك على الخط بتاع البي في اتجاه البوزيتيف. انا عمال اعمل ايه يا جماعه؟ ايوان عمال ادي بي زياده للشبكه. واتفقت معاكم انا مش بدي البي بمزاجي، انا بستنى الشبكه تطلب البي الاول وانا اللي اعمل ايه بعد كده الناحيه الثانيه اديها من عندي انا بان انا ازود البرايم موفر.
غصب عني على فكره، وانا بزود البراي موفر الكيوب تتغير شويه، بس بينكم تاثير ثانوي. هو التاثير الاساسي للبراي موفر اللي بيزود مين يا جماعه؟ البي. لكن ما اقدرش انكر ان لما مشيت من هنا جيت هنا اللوكس بتاعي هنا او تاثيري هنا الكيو اتغيرت، انا بدل ما كنت واقف عند الكيو دي بقيت واقف عند الكيو دي، لكن بعتبر ده تاثير ثانوي. التاثير الرئيسي بتاعي ان انا عملت ايه لو سمحت؟ زودت البي. والعكس طبعا لو قفلت البرايم موفر ترجع لورا على الدايره دي كده والدلتا تصغر، يبقى انا قللت مين؟ قللت البي. يبقى الدايره دي كده اللي السنتر بتاعها هنا اسمها لوكس او اسمها المجال بتاع حاجه اسمها تغيير، حاجه اسمها كونستانت اكسايتيشن. طب هعمل العكس بقى، انا هثبت البرايم موفر، يبقى المره دي كده بتكلم على كونستانت برايم موفر، انا مش همد ايدي على التربينه، المره دي كونستانت برايم موفر، وعايز اجرب اثبت البرايم موفر بس العب في الاكسايتيشن. تفتكر الرودي يتحرك ازاي؟ ايه المكان اللي اتحرك عليه عشان يبقى البرايم موفر ثابت؟ طالما البرايم موفر ثابت يبقى مين ثابته معايا؟ بلا جدال مفيش بخار جاي، مفيش ميه جايه، مفيش كهرباء خارجه، يبقى البي ثابته. اتحرك ازاي عشان يبقى البي بتاعتي ثابته؟ بالظبط كده، اتحرك على الخط ده. طول ما انت طالع نازل على الخط ده يا جماعه اللي هو موازي الخط ده كده، يبقى البي بتاعتك دايما ثابته، فده كده اسمه لوكس of constant power. constant power او constant prime mover البي بتاعتك equal constant، اي نقطة على الخط ده البي بتاعتها constant. ليه؟ تبعد عن ده عن نفس المسافة، فهنا اي حتى البي بتاعته ثابتة. طب اطلع فوق انزل ازاي بقى؟ بالتانية انت ثبتت الباور، تلعب في مين بقى المرة دي؟ في الاكسايتيشن. لو زودت الاكسايتيشن تروح النقطة دي طالعة لفوق هنا، والاي بتاعتك بدل ما كانت كده تروح الاي بتاعتك ارسام بقى مناطق تروح الاي جاية ناحية. ايه الجديد اللي عند النقطه دي غير النقطه دي؟ هما الاثنين كباور ثابتين، بعدهم عن الخط ده ثابت، فالبي بتاعتهم ثابته، لكن الفرق الكيو حصل لها ايه؟ بدل ما كنت مدي كيو دي بقت مدي كيو دي. ايوه، بقت مور اند مور اوفر اكسايتد، انت عمال تزود في الاكسايتيشن، المكنه واخده كفايتها وتروح زق الباقي على مين يا جماعه؟ على الشبكه، فالديليفر مور كيو للشبكه. والعكس بقى، بدل ما زود الاكسايتيشن قللت الاكسايتيشن، روح جاي هنا، ايه اللي حصل؟ الخط ده هي كده مازال كبي ثابت برضو، لكن الكيو حصل لها ايه؟ نزلت لتحت، فبدل ما بدي كيو كتير بقت الكيو عماله بتعمل ايه؟ تقل. بس ما بحاولش ابدا انزل في الكيو اللي في النيجاتيف، عشان كده بدل ما هكون اوفر بقت ايه بقى؟ اندر اكسايتد. بدل ما كنت بدي كيو للشبكه ايه بعمل ايه؟ بسحب كيو. يبقى الخط ده كده هو خط التحرك بكونستنت باور لكن بتحكم في الكيو، والدايره دي هو خط التحكم في البي مع ثبات نسبي لمين يا جماعه؟ للكيو، بس خلينا بقى ثبات اكيد لمين لو سمحتوا؟ للاكسايتيشن. يبقى بحاول دايما اتحرك في الربع اللي فوق ده، سواء بتحكم في البي على الدايره دي او بتحكم في الكيو على مين؟ على الخط ده. واضحه كده ايه معنى لوكس اوف كونستنت باور اند لوكس اوف كونستنت اكسايتيشن؟ وده مجال الحركه بتاعتي، ان انا بدي كيو للشبكه بكميه اكبر او كميه اقل، اودي بي للشبكه بكميه اكبر او كميه اقل، لكن عمري ما بحاول اروح ناحيه النيجاتيف كيو عشان ما بقاش حمل رياكتيف على الشبكه واخد من الكيو بتاعتها، لكن دايما بحاول اساعدها بمين؟ بالبي، عشان انا لسه بحاول اساعدها بالاي بتاعتي وبالاكسايتيشن بتاعتي. عشان كده دايما بنفضل يكون السينكرو جنريتورز دايما يكونوا اوفر اكسايتد. ليه؟ كل ما هيكون اوفر اكسايتد كل ما هيكون في الربع اللي فوق، بالتالي يدي الشبكه بتاعتي كيو اكتر واكتر وهكذا. الليمت الوحيد اللي عليا بس يا جماعه ان انا اكون جبت اخر فيلد وايندنج بتاعتي اللي ليها سبلاي دي سي، وبالتالي بيبقى ليها اي فيلد ماكسيمم، والاي فيلد ماكسيمم ده يقابله اي ماكسيمم كمان، فده اكبر كميه كيو اقدر اعمل فيها ايه؟ اقدر اديها للشبكه. وحاجه ثانيه كمان برضو، ما بحبش اخد كيو كتيره من الجنريتورز، عشان الكيو دي بتسافر على اللاينز من عند الجنريتورز لغايه الاحمال، فبتعمل فولتج دروب كبير، فبفضل ان اوفر مجهود السينكرو جنريتور لمين؟ للبي. وبدل ما تاخد الكيو اللي الاحمال محتاجاها من الجنريتور خدها عن طريق كاباستور بانكس موجوده جنب مين على طول؟ بفار كومبنسيتورز بقى بكومبنسيشن جنب الاحمال على طول، بدل ما انا مضطر اخدها من مين؟ من الجنريتور، واوفر جنريتور للشغل الرئيسيه بتاعته اللي هي مين لو سمحتوا؟ اللي هي البي. اتمنى تكون واضحه النهارده كده التقفيله بتاعت البي كيو شورت، وضمنا فيها الحته بقى بتاعت المحاضرتين اللي فاتوا كمان، وتاثير البراي موفر وتاثير الاكسايتيشن، وتحطوا مع بعض في حاجه اسمها البي كيو شورت. اتمنى تكون واضحه، ويبقى احنا كده قفلنا الجزء بتاع السينكرونس ماشين، وان شاء الله من المره الجايه بقى نبدا نتكلم على الاندكشن ان شاء الله. شكرا جزيلا.